والإدانة. طب أنا عايز أسمعكم، إيه الفرق بين النقد والإدانة؟ اتفضل. النقد ان انا بقدم يعني بشوف بقدم بكلم حد بقول له ايه العيوب اللي فيه بس عشان يصلحها او انا حابه يبقى احسن يعني. إيه كمان؟ ها؟ بس النقد فيه نقد بناء ونقد هدام. ماشي اوكي، إيه كمان؟ هسمع. هسمع، الورا. جميل قوي، اجابتك جميله خالص. ايه كمان؟ ها حابب اسمع. احنا لما بنيجي نميز بنقول ده نقد ولا ادانه، حتى احنا في تصرفاتنا، احنا انا بنقد ولا بدين، بيبقى على اي اساس؟ قول يا دكتور. طيب تقريبا كل اللي قلتوه جميل وفي الموضوع، اسمحوا لي بس نقول النقطة دي في الآخر خالص، الفرق بين النقد والإدانة هنطلعها من الكلام اللي هنقوله. هناخد النقطة اللي بعدها على طول، حاجة مهمة خالص. لازم نتأكد تماما، أنا بس يعني اسمحوا لي، هنقول في حاجة اسمها الإدانة وخطية الإدانة. الإدانة وخطية إيه؟ الإدانة. يعني هنقول ده يعني إحنا بنسميه النقد عشان يبقى عندنا فهم ما بين الإدانة الطبيعية أو الواجبة والإدانة هي خطية. خطية الإدانة حاجة والإدانة نفسها حاجة تانية. هنا بنقول إيه؟ في حالات مش بس إحنا المفروض ندينها، ده المفروض ندينها، ولو إحنا ما ديناهاش يبقى دي دينونة علينا. زي إيه مثلا؟ عايز ناس تقول تجاوب. في ناس في حالات معينة مفروض عليها الإدانة، ده لو ما دانش هو اللي بيدان، يجي ربنا في الاخر يحاسب يقول له ده انت ما دنتهمش. زي ايه؟ اتفضل. هرطقات. برافو، حلو جدا، نوع من الهرطقات. تاخد هديه بقى، انا جايب كام هديه بقى. ايه كمان؟ ها، قاضي في المحكمه. برافو، جميل، صح. ادي حالتين. ايه كمان؟ الشيطان. ممكن تاخد هدية بس يعني مش. ايه حالات تانية مفروض فيها ان احنا ندين؟ ايه اتفضلي. لا مش سامع. برافو، برافو جدا، جميل خالص، يعني هتتعب معانا يا دكتور. الابن في البيت كان مسؤولية الابوة، المفروض ان انا بدين. ايه كمان؟ ها، هي الإجابة في اللي بعدها على طول. ها؟ إيه؟ سمعت حاجة هنا بتقول إيه؟ المدرس. برافو، المدرس عنده تلميذ لازم يدينه. إيه كمان؟ ها؟ حالة كمان، اتفضلي. برافو، في الرعاية، برافو عليكي، يعني كده أنا خلصت هدايا. إيه كمان؟ ها؟ اسمع. ايه؟ لا في بص، الجيف ده مليان على فكره. لا الجيف مليان على فكره. نقلب الصفحه اللي بعدها، احنا هنقولهم بالترتيب. اول حاجه مطلوب انك تدين، لو ما دينتش هتدان من ربنا، هي الاباء والزوج في البيت. انا هديكم مثلا من الكتاب المقدس، فاكرين قصه علي الكاهن؟ ربنا عاقبه، عاقبه عشان ايه؟ عشان ولاده الاثنين. ايه اللي حصل معاهم؟ حد كده يقول افسدوا قدام هيكل ربنا وعملوا خطايا كتيره جدا. خلي بالكم ان علي الكاهن جابهم وقال لهم ايه اللي بتعملوه ده، انا سمعت عنكم مشاية رديئه والمفروض ما تعملوش كده. راح يرجع ربنا موت الولدين وموتوا عشان ايه؟ ها اسمع، ادانهم بالكلام، لكن المفروض كمان يدينهم بالفعل، يبقى في عقاب رادع. لما يكون عندي ولادي في البيت مثلا، ولد عندي مش بيذاكر خالص، هاجي اقول له حبيبي اللي بتعمله ده غلط، المفروض بتذاكر، واسيبه كده وخلاص؟ دي دينونه، ادانه يعني، بس مش خطيه ادانه، لان انا مسؤول عنه، المفروض ان انا بوجهه. لو انا ما دنتهوش انا هدان قدام ربنا، ما دي وزنه. سامحوني كمان، مثلا الزوجه في البيت، ربنا هيدينا كده ونبقى متزوجين كلنا، وفي ناس متزوجه هنا. لما مثلا
اخطيت سامحوني، تلبس حاجه مش لائقه او تعمل تصرفات مش لائقه، هيجي ربنا انت ككاهن الاسره ورب الاسره والمسؤول عنها، هيجي ربنا يقول لك هو انت مش مفروض تنبهها؟ هو انت مش مفروض تقول لها ان ده حاجه غلط وخاطئه؟ امال انت ايه دورك في الاسره كزوج وكاب؟ ربنا لما الاكليل كلنا بنحضر اكليل، فبنشوف ابونا بيلبس الزوج تاج وبرنس، تاج عشان هو ملك الاسره، واحنا عارفين فكره الملك طبعا ان هو اللي ممكن عنده استعداد يموت عشان الاسره بتاعته، وبيلبسه برنس عشان يقول له انت كاهن مسؤول عنهم قدام ربنا، هيجي في الاخر هيدينك. لو انت مقصرت مع الزوجه او اولادك وما نبهتهمش على خطاياهم هتدان قدام ربنا. دينونه واجبه، واللي ما ينفذهاش هيتعاقب. مش خطيه ادانه، في حاجه اسمها ادانه وخطيه ادانه، او احنا بنسميها النقد او بالنقد البناء، ان انا عندي هدف معين. حاجه تانية كمان المسؤوليه او الرعايه في الكاهن. انا بروح لابونا بعترف يا ابونا انا عملت وعملت وعملت وعملت، يجي ابونا يقول لي لا على فكره اللي انت عملته ده غلط، المفروض تعمل كذا، ويوجهك ويديك عقاب. ممكن ابونا يقول لك لا انا محتاجك تصلي الساعة كذا، وانت عملت كذا المفروض تعمل كم طانية في اليوم. هاجي اقول له لا يا ابونا انت بتدني، انت ازاي تدني؟ مش المسيح علمنا ان احنا ما ندينش الناس؟ ده ما دانش المرأة الخاطئة، ما دانش ما عرفش مين، ونقعد بقى نديله امثلة في دماغي بقى. انا ابتديت ادين ابونا كمان. لا، المفروض ان ابونا كمسؤول وراعي لنفسك واسرتك، هو اب ليك، يجي يقول لك اللي انت عملته ده غلط، المفروض الدور بتاعك 1 2 3 4. نوع كمان من ده النقد الادبي. لما يجي واحد عمل روايه فيها اسمها حاجه النقد الادبي، ده دوره شغلته كده ان ينقد القصه دي. خلي بالكم بالذات في الحته دي، النقد مش لازم يبقى سلبي دايما، مش لازم يبقى سلبي دايما، لازم يبقى ايجابي. يمكن انا كمان شويه هنتكلم عن النقد الايجابي وشروطه، او النقد والفرق بين الادانه وخطيه الادانه في النقطه اللي بعد كده. ان المفروض ان انا لو لقيت ايجابيات بقولها، ما تبقاش النقد او الادانه قاصره على السلبيات بس. عندنا ابني في البيت المفروض بيعمل خطا معين او خطيه معينه او غلطه معينه، مش المفروض ان انا كل ما اجي اشوفه انت ما بتسمعش الكلام، انت ما بتسمعش الكلام، ممكن اقول له على فكره ده انت فيك، انت ذكي جدا، حلو جدا. نتكلم عن النقطه دي كمان شويه، يمكن نتكلم عليها نظريه السندوتش. يعني المدرس لما يجي عندي تلميذ بيحل غلط او بيعمل غلط في الفصل او تصرفاته مش صح، او مدير في المدرسه او مسؤول عن شغل معين، يجي يقول لك اصل ربنا علمني ما ادينش الناس واسيبهم كده تصرفاتهم، لا اصل المسيح قال لي لا تديني لكي ايه، لا تدين، حافظين دي. حد يقول الشاهد بتاعها كام؟ ها متى كام؟ متى وقرفت شويه 7 متى 7:2 لا تدين لكي لا تدانوا لانه بالكي الذي يتكلون يقال لكم. كلنا نحفظ الايه دي وسايبين باقي الكتاب المقدس، في حاجات امثله كتير هنديها دلوقتي كمان شويه. لا تدين لكي لا تدانوا، اقول لك لا، ده انت مسؤوليتك كمدير المفروض تحاسب الناس، اللي بيجي متاخر، اللي مقصر في شغله، ده دورك انت. لو قصرت فيه قدام ربنا هيدينك، هيسبب لك ادانه. ما تقول اصل ربنا علمني ما ادينش، لا، تعال ربنا علمك في الوقت ده، هو ده شغلانتك، هو ده عملك. حاجه كمان القاضي، لما يجي القاضي ده بيدين بقى وبيحكم، خلي بالكم القاضي بيدين وبيحكم مش بس بالكلام، يجي يقول لك الفلان الفلاني قد ادين في قضيه ما اعرفش كام، هياخد كام سنه بقى؟ ياخد اعدام ان شاء الله، يعني في الارهاب هياخد اعدام. هنيجي نقول له لا ده انت بالدين وخدت دور ربنا؟ لا، ده شغلانته عشان يظبط القوانين، عشان يبقى في عندنا ميزان اجتماعي للخطأ للثواب والعقاب. فكل دي انواع من الادانه المقبوله والواجبه، واللي بيأثر فيها هيدان قدام ربنا. كل دي انواع، في البيت، مدرس، القاضي، الاب الكاهن لما بيدينا على خطايانا ويوجهنا ويقول لنا ويعاقبنا، زي ما الاب في البيت لازم يعاقب ولازم يدين اي تصرف خاطئ. لما يجي بابا وماما لما يجي يقولوا لي مثلا يا فلانه خلي بالك من كذا، انت ازاي بقى والدني ازاي وانا حره وانا بتصرف، اقول لك لا، ده دوره، ربنا لما حطه عشان يبقى يدين. ولو عمل كده واثر بابا في البيت، المفروض احنا بنحس ان هو ده تقصير منه، لما بيسالش عليا، لما بيشوفنيش انا غلطت ولا ما غلطتش، ده انا بنفسي بقول ايه ده، هو بابا مش مهتم بيا ليه؟ ما
ما بيسالنيش انت عملت ايه النهارده، ده ما بيقوليش انت رايحه فين ولا جايه منين. احنا نفسنا بيبقى عندنا يعني شعرين بعدم الاهتمام، لان ده دور الاب في البيت، سلطه الابوه في البيت، يسالني رايحه فين وجايه منين، يسالني انت بتعمل ايه وقاعد مع مين. لما بيأثر الاب كمسؤول في الحته دي هيدان قدام ربنا وقدام مننا احنا كنفسنا. نقطه كمان، في ناس دايما بتحفظ الايه دي، يعقوب، رساله معلمنا القديس يعقوب 4:12، من انت يا من تدين غيرك. كل يحفظ الايه دي ويسيب الفكره. المفروض ان الاب لما واحد يساله يقول له هو انت بتديني ليه، هو انت هتعمل كده ليه، مش ربنا قال ما تدينش، يجاوب يقول له لا، ده انا المسؤول عنك وعن افعالك كاب، مسؤول عن افعالي. تخيلوا كده لو عندك طفل صغير وشفت ابنك كده ماسك السكينه وراح يعور نفسه، هتقول له انا مالي، ده انا هدينه؟ لا، ده انت بتنقذه من الموت، بتنقذه من النار اللي بيلعب فيها، ده دورك تخلي بالك منه. ما دخلتش في خطيئه ادانه، لكن دخلت في ادانه للخطا. زي الكونسلتو بتاع الدكتور، تخيلوا كده واحد مريض ودخل كونسلتو مش عارفين عنده ايه، وخمس ستة دكاتره حواليه، وكل واحد عمال يقول لا ده عنده مرض كذا، لا طب نعمل اشاعات، طب نعمل تحاليل. ممكن واحد يجي يقول هم بيدنوه، هم لا، ده هم مش بيدنوه، ده هم بيحددوا المرض اللي عنده عشان يبتدي يعالجوه. الاب في البيت لما بيشوف ابنه غلط في حاجه معينه بيقول له تعالى انت غلطت في الحته دي، مش بيقول كده وبس، يبتدي يوجه ويعلم ويصلح من الاخطاء دي. الهدف الاساسي من الادانه او النقد هو نجاح الشخص اللي قدامك، مش هدف انك انت تدينه بس. في ناس تقعد تدين بكلامها، مش عايزه تبني، في دماغها ان فلان غلط وفلان صح وفلان مش عارف، تقعد تدين حواليها في الاخر ما بيعملش اي حاجه، ماليش اي دور ايجابي غير ان انا اتكلمه بس. ده خرج من النقد الى الادانه وخطيئه الادانه، خرج من الادانه المفروضه الى الادانه الخاطئه وخطيئه الادانه عليا. كونسولتو، فكره الكونسولتو بيجي بيحدد الخطيه فين او الخطا فين ده عشان يبتدي يصلحه. فرق اساسي بين الادانه او النقد وخطيه الادانه هو ان النقد يتوجه نحو الفعل، انا بنقد الفعل نفسه، لكن الادانه الخاطئه او خطيه الادانه تتوجه نحو نقد الشخص. انا بتكلم على بشوي غلط، ايه ده بشوي ده مش كويس، ده بشوي بيتصرف. في فرق بين ان انا مثلا بدين التصرف ده ان ده خطا فالمفروض نصلحه، ويكون ليا دور وهدف هنقول خطوات الادانه المفروضه او المطلوبه بعيده عن خطيه الادانه. النقطه اللي بعدها، احيانا تكون الادانه شيئا طبيعيا. يعني ايه الادانه شيء طبيعي؟ عايز اسمع، ها يعني ايه الادانه او النقد شيء طبيعي؟ خد هديه بقى، جميل. لما نتكلم عن الشيطان ونقول ان هو فعلا اخطا او 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 هو سبب الخطيه، فاحنا مش بندينه، بنتكلم عن شيء طبيعي. حاجه تانية كمان، احنا وماشيين في الشارع فجاه كده سمعت واحد سامحوني بيقول لفظ مش كويس او بيشتم، بقدر اميز بين الشتيمه ومش شتيمه. في الحاله دي مش ادانه، بس انا ميزت. ربنا حط فينا نور طبيعي اللي هو الضمير اللي بيميز ما بين الخير والشر، الخير وايه والشر. انا سمعت خطيه او سمعت كلمه مش لطيفه، فانا عارف ان الكلمه دي مش لطيفه، فده تمييز طبيعي محطوط في ربنا، حطه في الانسان عشان يميز بين الخير والشر. لكن لما يتحول بقى واقول ده فلان ده بيشتم، ده فلان ده وحش، المفروض يولعوا فيه، المفروض، وابتدي بقى ادين وعايز احاكمه، ودخلت في خطيه ادانه. لكن انا اسمع وميز ما بين الخطا والشر، دي وصية كتابية. يعني ايه وصية كتابية؟ ها؟ حاجة كده جت في ها؟ جميل. في حاجة تانية بقى، لما قال لنا ايه؟ والمعاشرات، فميزنا، عايز يقول لنا ميزوا، أنا حاطط فيكوا ضمير عشان تميزوا ما بين الفعل الخطأ والصواب. لما تلاقي واحد خاطئ المفروض ان انا بتجنبه، ما اشتركش في الخطيه بتاعته، ما دينهوش، ما اقولش ان فلان بيعمل وبيعمل وبيساوي، لا ما دينهوش خالص، لكن المفروض ان انا اتجنبه عشان ما يفسدش اخلاقي.
هتقول لي بقى اصل المحبه وربنا قال لنا حب، قال لنا حب، بس في وصيه تانية قال لنا ايه؟ المعاشره الرياضيه تفسد الاخلاق ايه الجيده. المفروض ان انا عارف ان فلان ده بيعمل خطيه معينه، ما دينهوش، ما ادخلش في كشخص او تصرفاته، مش هدينه هو كشخص، لكن المفروض ان انا اتجنب الخطيه دي. لازم يبقى عندنا روح التمييز ما بين الخير والشر، ده شيء طبيعي في ضمير الانسان. ربنا حاطط فينا الضمير عشان نميز ما بين الخير والشر. الادانه وخطيه الادانه في فرق بينهم، لازم نفهمه، يبقى الامور واضحه بالنسبه لنا. مش كل انواع خطيه ادانه ومش كل انواع نقد، يقول لك في نقد بناء. حاجه كمان اتكلم دلوقتي عن شروط النقد او الادانه، بس مش الادانه كخطيه، الادانه فقط الواجبه اللي من حقه ان يدين. انا كقاضي او اب من حقي ادين. فهنقول كم شرط كده من شروط الادانه. اول حاجه يكون من حقك انك تدين. الاب القاضي، الاب الكاهن، الانواع اللي احنا قلناها من شويه، ده من حقه ان يدينك. ده اول حاجه، يبقى ليك الحق انك تدين. انا واحد ما اعرفكش او صديق ليك ومش ليش سلطان عليك ومش مسؤول عنك، واقعد بقى ادين في فكري ده فلان ده بيعمل ويسوي وبيتصرف وبيتصرف وبيتصرف، لا ده ادانه، دخلنا في خطيه الادانه. لكن انا لازم يبقى ليا الحق ان انا ادين. نقطه كمان، يبقى الادانه موضوعيه. يعني ايه ادانه موضوعيه؟ بالحق، برافو عليك، موضوعي، خدت هديه خلاص بقى. ادانه موضوعيه يعني فلان ده في ايجابيات وفي سلبيات. في نظريه الساندوتش، عارفين نظريه الساندوتش؟ حد يعرفها؟ ها؟ تقول حاجه ايجابيه الاول بعد كده سلبيه بعد كده تمام ايجابيه. برافو، اعتقد هديه بقى. فعلا نظريه الساندوتش شاطر ومشطور، وبينهما ايه؟ طازج، زي ما تعريف الساندوتش. ان انا عندي فلان ده لسه قايلين من شويه، عندي ابني مثلا ما بيسمعش كلامي، فالمفروض اجيب اقول له حبيبي انت ذكي جدا وبتحفظ بسرعه جدا، بس عارف لو قدرت تسمع كلامي هتبقى حلو جدا، انت فيك مميزات كتير جدا، ايه رايك لو انت ابتديت تسمع كلامي؟ هيقول لك اه انت عندك حق. تقول له تعالى انا واثق فيك وانا عارف انك تقدر تعمل كده، يبقى ابتدينا ان احنا نقول له ايجابيات وقلت له النقد، وفي الاخر تختم بقى تقول له انا واثق فيك وعارف انك انت تقدر تعمل كده، تقدر تصلح من نفسك. نظريه الساندوتش المفروض ان تستعملها مع كل الناس على فكره، مش مع اولادنا بس. لما تحب توجه حد لنقطه سلبيه فيه، حاول تبدا بايجابيات وتقول له النقد ده او الحاجه اللي انت مش شايفها، وفي الاخر تقول له انا واثق انك انت تقدر تغيره، انا واثق انك انت تقدر تعمل ده، وتاخد منه بقى الطريقه اللي هيصلح بيها. تنميه بشريه بقى، ان انا اقدر اطلع منه طب انت هتقدر تتصلح ايه؟ هيقول لك اه صحيح انا ما بسمعش كلامك، طب حاضر يا ماما انا اسف، المفروض ان انا اعمل كذا وكذا، وهبتدي اسمع كلامك. تطلع منه هو ناوي يعمل ايه، بعد كده تقول له انا واثق فيك انك هتقدر تعمل كده. نظريه الساندوتش. يبقى اول حاجه لازم يبقى ليك الحق، تاني حاجه تبقى طريقتك جميله، تالت حاجه لو في ايجابيات تقولها. النقد مش لازم يبقى سلبي بس. انا لو كل مره اقعد مع ابني واقول له ده انت فيك وفيك وفيك حاجات سلبيه، مش هيقبل مني. لكن لازم يبقى في حاجه اسمها النقد الايجابي. النقد الايجابي ان انا ماجي النهارده ممكن اقعد مع ابني واشوف فيه حاجات حلوه، كل فتره يبقى لي جلسه معاه، مع شريك حياتي، مع خطيبي، مع خطيبتي، مع بابا، مع اخويا في البيت، مع صديق، مع صديقتي. مش لازم كل مره نجتمع فيها يبقى فيها ادانه بقى واقول له ده انت اجاباتك سلبي وسلبي 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 وحاول تغير. ممكن مره من المرات اقول له فيك عندك حاجات ايجابيه، النهارده قاعدين نتكلم في الايجابيات بتاعتك، انت عندك حاجات حلوه على فكره، انا مبسوط منك جدا، انت ابتديت تتغير، انت كان في حاجات سلبيات وغيرتها. مش لازم يبقى النقد دايما سلبي، ممكن يبقى نقد ايجابي. زي ما نشوف في الروايات، لو ناقد ادبي شاف روايه كويسه بيبتدي ينقدها ازاي؟ بيقول ده انا شايف ان الروايه دي بتعالج المشكله الفلانيه، المشكله الاجتماعيه كذا وكذا وكذا، وابتدت بمقدمه جميله وخاتمه اجمل وقسمها لفصول وتنسيقها جميل. يبقى في نقد ايجابي. في نقد ايه؟ ايجابي. ما تبقوش عندكم دايما نقد سلبي، يبقى في نقد ايجابي. نقطه اللي بعد كده، انواع
من خطيئة الإدانة. خطيئة الإدانة إيه هي خطأ أنواع خطايا الإدانة؟ ها برافو ماشي نميمة. أنت كده خدتي خلاص بقى النميمة. إيه تاني من أنواع الإدانة؟ خطيئة الإدانة مش حاجة واحدة بس. ها اتفضل. الفكر، إدانة بالفكر، برافو عليك جدا. أول حاجة إدانة بالفكر، إن أنا بدين القدام بفكري. فاكرين قصة سمعان الفريسي لما قعد والخطيئة جت للسيد المسيح؟ ابتدى إيه؟ يدين المسيح بفكر، لو عالم من هذه المرأة ما جعلها تلمسه. إيه ده؟ أنت بتدينه بالفكر؟ النميمة والاغتياب. الإدانة بالكلام. فاكرين قصة التلاميذ لما كانوا بياكلوا فجموا الفريسيين قالوا لهم ايه؟ مش طيبين. ابتدى بقى يتكلموا ازاي بياكلوا دون ان من غير ما يغسلوا ايديهم. تحولت من فكر الى كلام. في دينونة بقى احنا شاطرين فيها قوي، خاصة سامحوني كسيدات، هي النميمة. ما اقول لكمش احنا مش لاقيين حاجة بقى نتكلم فيها. فشفت امبارح فلانه الفلانيه كانت لابسه ايه امبارح في الفرح؟ ما اقولكيش ده فلان ما اعرفش قال لها ايه، شفت بقى مش عارف، وقعدت جنبي وقالت لي. ما احنا مش لاقيين حاجه نتكلم فيها مفيده، حاسين بالفراق. فاحنا عايزين نقضي شويه وقت كده مع بعض لذيذ، فنعمل ايه؟ نقعد ندين غيرنا. ده فلانه راحت وفلانه جت وفلانه ما اعرفش حصل معاها ايه واتخانقت مع مين. شفت فلانه ده كانت مخطوبه من يومين واتخانقت مع خطيبها. انا كنت اسكتي بقى، ده انا اتفرجت عليهم هم بيتخانقوا حته خناقه في الشارع، اتفرجوا عليهم الشارع كله. دخلنا من كلام عام، احنا مش لاقيين حاجه نقولها مفيده، نقعد نحكي بقى مع بعض في كلام فاضي بقى، نجيب سيره الناس. ايوه شفت سامحكم على فكره. نجيب سيره الناس بقى. تحولت الى ادانه من الفكر إلى القول. نوع كمان من الإدانة هي الإدانة اتفضلي. طب أنا هتكلم على الحتة دي كمان شوية، يعني يمكن أنا هتكلم على الحتة دي لحظة بس، يعني اسمحي لي هقولها كمان شويه. هي بتقول ان يعني ما ممكن تقول لي خبر فده مش ادانه. انا يعني هتكلم يمكن من انواع الادانه بالسمع. يجي واحد جنبي بقى عايز يقول لي خبر بقى، اسكت مش فلان حصل وحصل، وانا يعني عامل نفسي ان انا ايه، انا ما بدينش انا بس ايه بسمع، عمال يقول لي فلان ده عمال يدين يا اخي بطل ادانه، وانا عمال ايه ادانه بالسمع. سمحت له، ده مشاركة في السمع، ان انا بسمع، ده نوع من الادانة ان انا عمال اسمع منه. المفروض ان فلان ده يجي اول ما يجي يتكلم عن حد تقول لك اصل انا ممكن ارد غيبته. في ناس مقتنعة انك انا لو سمعت هرد عليه واقول لا ما حصلش وليه بتقول كده. المفروض انك انت اصلا ما تشتركش في السمع، ما تسمعش. اول ما تيجي تقول لك شفت فلان عملت ايه تقول لها بص انا ماليش دعوه بحد، احنا عندك حاجة ايجابية نقولها، طب ايه رأيك؟ لو مش مكسوفة تقولي لها حاجة ايجابية ولا غيرها، تقولي لها شفت امبارح ده انا صليت كذا، شفت امبارح ده انا الاية دي فلانية دي قعدت افكر فيها ما عرفتلهاش معنى. ما تيجي تحولي مجرى الكلام من السلبي للايجابي. لو انت مكسوف تقول له اللي قدامك انا مش عايز ادين حد وانت بتدين حد وتقعد بقى تعمل فيها واعظ، يعني ممكن تعمل ايه؟ تحول مجرى الكلام، تقول له ده انا كنت امبارح بفكر في الايه الفلانيه دي، او ايه رايك في جمله كذا دي انا ما فهمتهاش، تعرف معناها؟ هو ممكن يحس بقى انك انت عايز تغير الكلام، ممكن ما يحسش بقى ويجي يكمل، تروح صده بقى يعني تقول له بص انا مش بحب الكلام ده، انت بتحاول بتلطفها الاول، ما تسمعش ادانه الاخرين. في ادانه بقى بالكتابه، ان انا بعمل ايه؟ اقعد بقى مثلا سامحوني مثلا ممكن يعني اكتب حاجه مش لطيفه على حد، او ابونا الفلان الفلاني عمل كذا وكذا، واقعد بقى واجيب اسمه وبيعمل ما اعرفش ايه ووزع منشورات للتصليح بقى، وانا هدفي اقول ايه؟ انا مش بدين، انا عايز اصلح. طب انت من حقك تدين؟ انت من حقك تصلح؟ بتفضح بالظبط، انت بتفضح مش بتصلح. فدي كلها انواع من الادانه. الادانه مش بس بالكلام، إدانة إن أنا بفكر بالإدانة، إدانة إن أنا بتكلم، الإدانة إن أنا بسمع، الإدانة إن أنا بسمح باللي قدامي يقول، الإدانة إن أنا ممكن أوسع منشورات ومطبوعات أو سيديهات تدين آخرين. فده كلها يعني لما أعمل كده كل دي أنواع
من الإدانة؟ احنا قلنا نظرية السندوتش خالص بقى ان احنا بنقول ايجابي وسلبي وايجابي. خطية الإدانة خطية مركبة يعني ايه؟ خطية الإدانة خطية مركبة، احنا فاضل نقطتين. خطية الإدانة خطية مركبة، واخر حاجة الروشيتا بتاعتنا بتاعت النهاردة. ها؟ يعني ايه خطية الإدانة خطية مركبة؟ يعني ايه خطية الإدانة مركبة؟ الواحد لما يدين ناتج عن خطايا تانية. برافو، يعني ليك هدية بقى، انت عمال تروح جراح جاي بقى. برافو، جميل. وايه كمان خطية الإدانة؟ انا لما بدين بعمل ايه؟ ها؟ برافو، برافو، جميل خالص. برافو انتوا الاثنين. انت خدت هدية ولا لا؟ خدتش هدية؟ فاش كده على فكره. اول حاجه خطيه الادانه تسيء الى الله. اول نقطه، لما بدين حد بسيء الى الله، اولا لان خدت دور ربنا، هو الديان العادل، ما مش من حقك تدين الا لو كان لك المسؤوليه. فانا لما بدين خطيه الادانه خدت دور ربنا. تاني حاجه، ساعات بتوصل للادانه ان انا ادين ربنا اقول له هو انت ليه يا رب عملت كده؟ هو انت ليه تسمح بالحاجات دي؟ هو انت ليه سمحت ان فلان يتقتل ولا الشهداء البطرس؟ وابتدي حتى كمان مش بس اخد دور ربنا ان انا بدين غيري، لا ده ابتدي اوجه الادانه لربنا نفسه. انت ازاي تسمح بكده؟ انت ازاي ما اعرفش ايه؟ يبقى اول حاجه خطيه الادانه توصلني ان انا اخطئ تجاه الله. نقطه كمان، خطيه الادانه اسيء اللي انا بدين اليه، اللي انا بدينه، بشوه سمعه الناس. حتى لو كان ده حقيقي، المحبة تستر كثرة من الخطايا. المفروض ان انا حتى لو حد عنده ضعفات افكر لو انا عندي نفس الضعف هعمل ايه. ما احنا كلنا ضعفات، من منكم بلا خطية فليلقيها باول حجر. فاكرين قصة المرأة الخاطئة في لوقا؟ قال لهم اللي عنده اللي بلا خطية يلقيها باول حجر والباقي يكمل، انا ما عنديش مشكلة، بس يطلع واحد بس يجي يقول لي انا ما عنديش خطية. في كلمة المسيح، حتى لما اتكلم سيد المسيح له كل المجد، لما اتكلم في قصة المرأة الخاطئة وجايين كلهم يدنوها، خلي بالكم هم كانوا قصدهم تشهير بيها وفتحها قدام الناس، وان يوقعوا المسيح في الخطية يعني في إدانة ودينونة خلي الناس تكرهه. فالمسيح قال لهم من منكم بلا خطية يلقيها بأول حجر، يعني أول واحد بس يمسك حجر وبقى يكمل معنا ما عنديش مشاكل، بس يطلع واحد بس يقول أنا مش بلا خطية. فكر المسيح بالنسبة لنا في الإدانة أن يبقى تعاملنا مع الناس بفكر نقي، أن أنا بحاول أوجه الناس للإيجابيات. أنا مش عايز أطول عليكم قوي في النقطة دي، لكن خطية الإدانة مركبة. خطية الإدانة كمان بتسيء للي بيدين نفسه. يعني إيه للي بيدين نفسه؟ أنا وقعت كده في خطايا كتير جدا. أنا وقعت في خطية الكبرياء، أنا حاسس نفسي أحسن منه. هو فاكر نفسه مين؟ هو نسي ان هو عمل ايه وايه وايه وايه، حاسس نفسي ان انا احسن منه. خطيه الادانه فيها عدم محبه. احنا قلنا المحبه تخليني استر على الناس مش انا افضحهم. خطيه الادانه فيها خطيه كبرياء وعدم اتضاع، ان انا مش متضع قدام ربنا ولا قدام نفسي حتى. خطايا مركبه ورا بعض ورا بعض ورا بعض بتوصل بينا للادانه في الاخر. مش بس بان انا بدين بالكلام. خطية الإدانة خطية مركبة. آخر نقطة هتكلم فيها النهاردة هي روشتة اليوم. أول حاجة، يمكن روشتة النهاردة هناخدها بشكل يعني زي ما بيقول كده شكل عمل شوية، مش بس بالكلام. احنا مش مجرد ان احنا لا عايزين نبطل شتيمة وعايزين نبطل إدانة، احنا حابين ناخد روشتة كده ان احنا نعمل ايه عشان نبطل إدانة. أول حاجة، تعود تحترم الناس حتى في غيابهم. خليك محترم في كلامك عن الناس حتى في غيابهم مش بس قدامهم. انت لو ابتديت تبقى كلامك كله مشبع بالاحترام للاخرين مش هتدين حد. اتكلم عن الناس بلياقة. انت لو حد عمل خطيئة قدامك وابتديت تعود نفسك انك انت تتكلم باحترام، لا ده فلان ده حد كويس وفلان ده حد جميل، وتعودت كده بقى كل كلامك كده هو ايجابي وباحترام، مش هدين حد ابدا.
لانك مش متعود على الادانه، متعود انك تقول كلام ايجابي وباحترام شخصي دايما. فتحاولوا في كل احاديثكم حتى في عدم وجود الناس ان يبقى كلامكم موجه باحترام للاخرين. النقطه الثانيه، نعالج الادانه بالمحبه. انا لو عندي محبه للاخرين مش هدينهم. تخيلوا كده، لو انا صاحبتي الانتيم قوي 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 غلطت، وفلانه جايه تقول عليها ده فلانه عملت، انت اول حاجه تعملي ايه؟ ده انا هاكلها، مش هسيبها تتكلم على صاحبتي الانتيم لاني بحبها. ده لو جاي يتكلم على واحد صاحبك تقول له بقول لك ايه، ممكن تسامحوني يعني، ممكن تبقى عارف ان فلان ده بيعمل كده، بس من محبتك ليه بتعمل ايه؟ بتدافع عنه. لا لو سمحت ما تتكلمش عليه كده. ليه؟ لانك انت بتحبه. احنا لو توجهنا في الحب وابتدينا نحب اللي قدامنا وكان عندنا محبة حقيقية، ثقوا تماما ان احنا مش هندين. نقطة كمان، نعالج مشكلة الفراغ. احنا لسه قلنا من شوية ان احنا بندين غيرنا بالنميمة عشان بيبقى عندنا فراغ، احنا مش لاقيين حاجة نتكلم فيها. بنعمل ايه؟ نتكلم نجيب سيرة الناس وفلانة وعلانة، وبنبتدي ايه؟ نعمل ادانة وخطيط ادانة بالنميمة بكلام الناس. حاولوا تشغلوا وقتكم بحاجات ايجابية. نقطة كمان، تذكر اضرار خطيئه الادانه عليك، انك انت بتدان قدام ربنا، ده لو دنته ده عدم محبه، هدخل النار. فيما انا ادين فيه غيري بفعل تلك الامور عينها، وابتدي افكر لا المفروض ان انا ما دينش عشان ما يحصليش نفس النقطه دي. اخر حاجه، ما تخلوش خطيئه الادانه تصبح طبع فيكم. ممكن سامحوني يعني الواحد يخطا ويغلط في خطيئة الإدانة مرة في العمر، مرة كل فين وفين، غصب عنه يقع فيها، لكن في ناس للأسف بتخلي الإدانة طبع. أي حد معدي قدامي يدينه، أخوه بيقول له كلمة يدينه، الخادم بتاعنا قال كلمة يدينه، صاحبتي قالت كلمة أدينها، بقت طبع. فالمفروض ما يبقاش طبع فينا، المفروض إن إحنا يبقى حتى لو وقعنا في خطيئة الإدانة نقول لا أنا مش عايز يبقى طبع فيها باستمرار. شخصيه الباحث عن الكمال ما ده ناقد، هيعمل ايه؟ بس ناقد ايجابي يقول لك انا نفسي اعمل كذا، بس ما يقولكش انت فيك خطيه. بينقد الفعل، الباحث عن الكمال بينقد الفعل لكن ما بينقدش الشخص. الباحث عن الكمال المفروض ينقد الفعل ولا ينقد الشخص. انا اسف طولت عليكم، لكن خطيه الادانه لازم، السؤال الاساسي اللي سالناه الاول، الفرق ما بين الادانه او النقد والادانه او خطيه الادانه، ان النقد او الادانه المطلوبه المفروض ينقد الفعل، لكن الإدانة وهي خطية تنقد الشخص نفسه ونصف الشخص نفسه، ونتكلم عن الشخص نفسه. أنا بشكركم لحسن استماعكم، ومبسوط أني بوجود معاكم، وأتمنى نكون استفدنا كلنا. يعني أنا واحد من الناس لما قريت استفدت، وأتمنى كلنا نكون استفدنا. حد لي أي تعليق وسؤال؟ أي أسئلة؟ طب أسأل أنا؟ شكلكم نمتوا مني ولا إيه؟ شكلكم نمتوا. طبعا متى، انا مش هتاخر عليكم عشان ابونا موجود هناخد بركته النهارده، لكن بجد انا مبسوط بوجودي معاكم، ولله كل المجد دائما وابديا، امين.